نتمنى ان شاء الله حد موفق ان شاء الله في الكومبيتيسيون اللي جايه ديال الكاليفيكاسيون ديال الكوب دافريك في كوت ديفوار. التشكيله كانت مثاليه اللي اختار لان نادى على اسماء جديده بما فيهم الحارس ديال الوداد البيضاوي اللي عطى اللي بين على العلو الكعب ديالو في المنافسات الافريقيه ديال العصبه مطيع، وكانوا اسماء جديده وتشكيله بصراحه كنشوف انا غتمشي مزيان في لي كومبيتيسيون. المنتخب الان راه دابا راه هو واحد كيمثل ولا كيمثل رياده، ما يمكنناش حنا غادي نمشيو وليد الركراكي راه غادي يمشي باش يجيب الكوب. كما كان منتظر مع السير الكراكي اللي فرحنا في بيريود ديال كوب دي موند اللي تنشكروه بزاف من هذا المنبر وما نساوش مسيو القجع. التشكيله في مستوى تنشوفوا بعض اللمسات اللي جديده وحنا كنا منتظرينها كمواطنين المغاربه وتنغيروا على البلاد، وان شاء الله هاد دو ماتش اللي جايين لي دو ماتش اميكال غادي نشوف واحد المستوى اللي مرتفع. جو بونس با اننا غتكون واحد المنافسه كبيره مع لافريك لاننا حنا نافسنا في كوب دي موند بواحد الطريقه شرسه، يعني غادي نهبطوا للمستوى ديال لاكوب دافريك اللي غادي نلقاو غير صعوبه في كونديسيون فيزيك، ما غنلقاوش صعوبه اننا في التاكتيك ولا في التكنيك. مطيع ظهر بواحد المستوى رفيع في هذه الكاف الاخرانيه لانه نقدر نقول لك بالمستوى ديالو باش تاهلت الوداد بلي بيلانتي بلي 3 بيلانتي اللي شد في الدومي فينال في الكارت فينال، ظهر بواحد المستوى رفيع وان شاء الله تنتمنوا له التوفيق. كما تعرف المغرب كامل انه قبل 4 سنين كان غادي يعتزل الميدان ديال كره القدم ولا الميدان ديال حراسه المرمى. اليوم ظهر لينا وبطل جديد، انا عارفين حنا الوداد تجيبنا حراس كبار تكناوتي ما نساوش من المنبر هذا، وتنتمنوا له التوفيق وخصنا نحفزوه حتى هو لان اول ظهور ديالو مع المنتخب المغربي. رحيمي بحال دابا رحيمي انا كيعجبني رحيمي، انا اصلا دفاعي راجعو فهمت رحيمي ماذا بنا يكون مع المنتخب. نتمنى التوفيق ونتمنى النجاح ان شاء الله للمنتخب ديالنا. ودابا هذا العام لما ديناش بهذه النخبه هذه راه ما عمرنا وقال غنديو، يعني على حساب من 1976 كانت واحد التشكيله اللي هي مزيانه حتى 2023، يعني راه العام خاص ضروري بحال كنقولوا له سير سير ودائما النيه هي اللي خدامه، لان عطاونا هذوك عطاونا التشكيله المنتخب المغربي في قطر، عطاتنا واحد الصوره اللي شجع موتيفات لي جان وموتيفات كاع الناس باش نخدموا من اجل هذا الوطن الحبيب.